Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Hilaliyah Fitri Shalihah, ana thalibah fi syu'bah at-ta'lim lughatil arabiyyah fi kulliyatit tarbiyah wa ta'lim bi jami'ah Sunan Gunung Jati al-Islamiyah Hukumiyah Bandung. Fi hadzal video an asyraha istinbat wa intibahat wa rasail min video kartun anil talabil ilmi. هذا الفيديو أيضا لواجبة امتحان نهائي مدى كلام الموجه. الاستنباط من هذه القصة عندما كان نورا تدرس مع والدته سألت والدتها عن لغة العربية. تمكن نورا من الإجابة بشكل جيد فقالت أيضا لقد مالت من مذكرة اللغة العربية والتاريخ أكثر امتناعا. فقالت والدتها كل المواد مهمة جيد كلها جيدة مفيدة. لو عندما تدرسين اللغة العربية مثلا ستعرفين معاني الكلمات. فقالت نورة مرة أخرى ألا يمكن أن أحب مادة أكثر من الأخرى؟ قالت والدتها لا بأس، فلكل منا ميول وقدرات تختلف عن الآخر، لكن يجب أن يكون لدينا معلومة عامة عن كل شيء. ثم تقرأ نورا الكتاب في مكتبة والدها. عندما تقرأ الكتاب وجدت نورا معاني الكلمة عربية لم تفهمها لأن والدها مشغول في عمله. ثم سألت والدتها عن مبلوغ عظيم وأوضحت والدتها أن شأن الإسلام قد ارتفع في عهده وأصبحت دولة الإسلام قوية. فقالت والدتها أرأيت احتجنا إلى اللغة العربية كي نفهم معنى الجملة. إن اللغة العربية مهمة حتى لدراسة تاريخ وغير من المواد. انطباعات عند مشاهدة هذا الكرتون: أحب هذا الكرتون لأن معظم كلمة سهلة الفهم أكثر من الدروس والرسائل التعليمية فيه. الرسالة في هذا الكرتون: قد نحب درسا واحدا ولكن يجب أن نتعلم جميع الدروس لأن جميع الدروس مهمة ولها مزاياها الخاصة. اللغة العربية مهمة لأن اللغة العربية لذا فإن التعليم التاريخ والدروس الأخرى تطلب اللغة العربية. اللغة العربية أيضا قد يعرفها الله بإنزال القرآن الكريم بها، وحبنا لها من صميم حبنا لديننا وعقيدتنا. كفيت مني شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.